unit 4 الوحده الرابعه للصف الاول الاعدادي we are using technology uh, write the correct word next to the number هنا جايب صوره وجايب بعض الحاجات التكنولوجيا uh, طبعا uh, number 1 كانت white board white board اللي هي السبوره white board number 2 كانت tablets number 2 هتبقى ايه tablets number 2 يبقى تابلتس نمبر 3 فون تشارجر فون تشارجر يعني شاحن التليفون فون تشارج ده كان نمبر uh, Brinter. Brinter. ايه نمبر 3 اي نمبر 4 برنترز برنترز البرنترز اللي هي ايه طابعه uh, تبقى نمبر 4 ايه نمبر 5 ام بي 3 بلاير ام بي 3 بلاير اللي هو مشغل المشغل مشغل اغاني مشغل قران ام بي 3 بلاير ده نمبر 5 طيب نمبر 6 موبايل فون موبايل فون نمبر 7 ماوس نمبر 7 ماوس نمبر 8 لابتوب كمبيوتر نمبر 8 لابتوب كمبيوتر لابتوب كمبيوتر لانجويج سيركل ذا كوريكت ووردز is طبعا اخترنا is عشان ماوس ده مفرد اماوس ده مفرد فاخترت is آه طبعا وبدات الاز يبقى ان يبقى از اول يز زير از نمبر 2 از زير اه ولا ان ام بي 3 بلاير طبعا هنا صوت صوت متحرك الام صوتها متحرك يبقى استخدم ان اقول ان ام بي 3 بلاير ان ام بي 3 بلاير طبعا بدات باز ان يبقى از اول يز زير از نمبر 3 is there a teacher is there a teacher اعمل سيركل على ا is there a teacher طبعا بدأ بإذ انهي بإذ نو زير ازنت نو زير از طبعا مش هتنفع أرنت عشان ده تيتشر مفرد مش هتنفع أرنت يبقى نو زير ازنت يبقى اعمل سيركل على ازنت نمبر 4 are there any tablets يبقى اعمل سيركل على اني اعمل سيركل على ايه؟ على اني ار زير هل يوجد اي تابلتس؟ يبقى اعمل سيركل على ان. إيه؟ طبعا بدات السؤال بار انهي بار؟ قول ييز زير ار. هنا ار زير قول ييز زير ار يبقى اعمل سيركل على ار. نمبر 5 هنا بقى آه برنترز، برنترز دي جمع اهي منتهيه باس، دي جمع يبقى استخدم ار. مش دعوه باز، يبقى اعمل سيركل على ار، قول ار زير ان إيه؟ برنترز ييز زير ار. يبقى اعمل سيركل على ار. واعمل سيركل على ار بدات السؤال بار انهي بار واستخدمت ار عشان هنا جمع برينترز منتهيه باس هنا كده جمع يبقى استخدمت ار لوك ات ذا بيكتشر هنبص على الصوره دي اند كومبليت ذا سنتنس وهنكمل الجمل with these words behind يعني خلف in front of امام نير بالقرب من next to بجوار اندر يعني تحت نمبر 1 there is a mouse near the laptop بالقرب من ماوس يعني يوجد فاره بالقرب من اللابتوب on the teacher's disk على الديسك بتاع الايه التيتشر نمبر 2 there is يوجد there is يوجد المفرد the there is an mp3 player انا انا اهي ام بي 3 بلاير اللي كان كنا فيها اختلاف بين a و an a, a اخترنا an عشان ام دي صوت متحرك ان ام بي 3 بلاير next to ذا لابتوب next to ذا لابتوب طبعا كلها الحاجات ديت آه. آه. نمبر 3 ذير از ا فون تشارجر فون تشارج هو شاحن التليفون شاحن التليفون بيهايند يعني خلف بيهايند ا برينتر بيهايند ا برينتر خلف الايه خلف البرينتر لا الطبعه Number four the white board white board اللي هو صبورة, is in front of in front of يعني امام in front of يعني ايه امام the teacher's desk امام الديسك يبقى هنا in front of there is a tablet وعند بوك كتاب يبقى ناقص ايه uh, tablet في tablet تحت الكتاب يقول there is a tablet under ابوك اندر ابوك هنا هكتب هنا ايه اندر اهي هكتب هنا اندر لا تحت رايت ا ديسكريبشن هنكتب وصف اوف يور كلاس روم هتوصف الفصل بتاعك وات داز ات لوك لايك لوك لايك يعني الفصل ده شكله ايه وات دو يو دو زير وير از ات فممكن مثلا نكتب وصف مثلا ايه اون ماي كلاس روم از فيري بيج كلاس روم بتاعي كبير ماي كلاس روم is on the second floor في الطابق الثاني on the second floor في الطابق الأيه الثاني there is a big white board في سبورة كبيرة it has two windows في شباكين اتنين there are maps يوجد مابس خرائط and the pictures وصور there are 40 students in our class يوجد 40 طالب في الفصل بتاعنا ده بالنسبة للوصف بتاع الكلاس روم circle the correct word number one click click on the icon on your laptop uh, number two هتبقى look look يبقى من circle على look at look at the website يعني ننظر على الموقع ده website يعني موقع and find some information وتجد بعض الايه المعلومات information معلومات يبقى اعمل circle على look look at the website number three وي كان فيديو كول فيديو كول يعني فيديو مكالمة فيديو يبقى ميك يبقى عامل سيركل على ميك ميك أ فيديو كول ميك أ فيديو كول تو يور كازن إن إنجلاند نمبر فور كان يو سند مي كان يو سند مي سند يعني ترسل لي يبقى عامل سيركل على سند أ تكست مسج تكست مسج رسالة نصية when you arrive لما لما انت ايه طو... لما توصل كان when you arrive لما توصل لما توصل ممكن تبعت لي رساله نصيه ابقى اعمل سيرك على سند نمبر 5 tab بيعمل سيرك على تاب ليه بقى قال لي ذا ايكون اون يور موبايل فون موبايل فون لو في حاجه زي صوره كده مثلا او حاجه في التليفون بتاعك كنت عايز تعمل لها تضغط عليها اسمها تاب ده بالنسبة للايه؟ للموبايل فون للموبايل فون للتليفون يبقى اعمل تاب اعمل سيركل على تاب اما في الكمبيوتر بعمل كليك من الماوس اعمل كليك من الماوس يبقى اعمل سيركل على تاب نمبر 6 ايد لايك تو تيك ولا ميك سيلفي يبقى تيك اسيلفي تيك سيلفي ياخد صورة سيلفي تيك اسيلفي ان فرانت اوف ذا ريفر ريفر امام النهر river اللي هو النهر يبقى take a selfie number seven a blog is uh, an online an online dairy يبقى اعمل سيركل على online online number eight they used a uh, 3 printer to make a plastic model to make a plastic model اللي هي طبقة ثلاثية uh, الأبعاد طبعه ثلاثيه الابعاد ماتش تو ميك سنتنس نمبر 1 اي ام بلاينج اي ام بلاينج تشيس تشيس اللي هو شطرنج اي ام بلاينج تشيس اون لاين يعني هو ده طبعا ده زمن البريزنت كونتينوس بيعبر عن حدث بيحصل دلوقتي فبقول لك انا بلعب شطرنج دلوقتي يبقى اي ام بلاينج تشيس اون لاين تشيس اللي هو شطرنج number 2 فارس is doing his computer studies homework يبقى دي هكتب بيه number 2 هتبقى بيه بيه هنا هكتب بيه يبقى فارس is doing his computer studies homework بيعمل يعمل الواجب بتاعه دلوقتي number 3 they looking at they are looking at websites for information يعني بص على موقع عشان يعرف منه بعض المعلومات يبقى نمبر 3 هتبقى ايه؟ يبقى هنا اكتب ايه؟ نمبر 4 شي از sending شي از sending يو ا فوتو ناو يعني هي تبعت لك رساله دلوقتي ناو الان يبقى شي از sending يو افوتو فوتو يعني صوره ناو برضو كل ده اسمه زمن البريزنت كونتينوس بيعبر عن حدث بيحصل دلوقتي بيحصل ناو دلوقتي فالزمن ده بيتكون من ايه من ام او از او ار بلس الفيرب بلس اي ان جي بجيب ام او از او ار بعد كده اجيب الفيرب واضيف له اي ان جي هلو عادل What are people in your family doing? يعني الحاجات الأشخاص اللي موجودين في أسرتك بيعملوا إيه دلوقتي؟ What are people in your family? يعني أسرتك doing بيعملوا إيه؟ نمبر 1 هنا جراما جراما از ريدنج ا بوك فبقول جدتي بتقرا كتاب اهي طبعا برضو الحدث بيحصل دلوقتي فجراما دي مفرد خدت از إيه؟ وريد اللي هو يقرا ضفت لها اي ان جي يبقى جراندما از ريدنج ا بوك طيب نمبر 2 جراندبا اللي هو الجد جراندبا ده مفرد خد از طيب سليب اللي هو ينام ضفت لها اي ان جي يبقى له جراندبا از سليبنج ان هيز تشير نام على الكرسي بتاعه نمبر 3 مام اند ماي سيستر مام اند ماي سيستر ار ميكنج a cake are making a cake بيعملوا كيكة number four dad is uh, not sending a text message number five my brother is doing homework أخويا بيعمل واجب my brother is doing homework I am taking to you I am talking to you وأنا بقى بتكلم معاك I am talking to you. About faculty writing, what are people in your family doing at the moment? At the moment, يعني في هذه اللحظة. At the moment, يعني إيه اللي بيحصل دلوقتي في مثلاً في الأشخاص اللي موجودين في أسرتك. Uh, أخوك شوف بيعمل إيه وتستخدم زمن the present ما بدل قلت my brother يبقى هياخد is. واشوف الحاجة اللي هو بيعملها الفعل اللي هو بيعمله اضيف له اي ان جي. اوكي زي ما حصل كده زي ما عملنا احنا مع الاسرة دي. أه, read the conversation هنقرا المحادثة بتوين ليلا اند جودي. correct the mistake listen and check your answer. جودي بتكلم ليلى فجودي بتقول لها هاي ليلى وير ار يو وير ار يو يعني انت فين؟ بتقول لها هاي جودي اي ام in the park يعني أنا في الحديقة with my family مع أسرتي what هنا بقى you you هتنفع تاخد is مش هتنفع يقول what are you بدل is دي هتبقى are what are you doing there يعني أنت بتعملي إيه هناك يبقى بدل is هتبقى are ليلة تلاقي I am sitting under a tree sitting sit دي هضيف لها تي وهزود لها ing يبقى sit هتبقى sitting يقول هو I am sitting under a tree انا جالسة تحت الشجرة It's very sunny ده الجو مشمس. هنا is وعند your brother's your brother's يعني اخواتك sitting تو sitting اهي اللي هكتبها هنا اس اي تي تي اي ان طيب هنا بقى your brother's يعني اخواتك دي جمع مش ينفع اسال ب يبقى اسال بار يبقى بدل is هتبقى ار are. are your brother's sitting تو هل اخواتك برضو قاعدين برضو معاك هناك قلت لها نو زي ارنت لا دول مش قاعدين تحت الشجره زي ار بلاينج فوتبول هم بيلعبوا كره قدم زي ار بلاينج فوتبول از يور داد بلاي طبعا هنا از بلاي هضيف لها اي ان جي بلاي هضيف لها اي ان جي اقول از يور داد بلاينج فوتبول والزم هل والدك بيلعب معاهم كره قدم قلت لها نو هي ازنت He isn't here. ده هو مش موجود هنا. He is working today. He is working today. ده هو شغال النهاردة. But my uncle Hassan is playing football. لكن عم حسن اللي بيلعب كرة قدم. What هنا عند your mother? Your mother ده مفرد يبقى بدل R هتبقى أبوستروف S. قول what's your mother doing? What's your mother doing? يبقى بدل أبوستروف R E ديت هتبقى أبوستروف S. عشان يور مازار مفرد reorder هنرتب the words to make عشان نعمل سؤال. طيب هنا هنا is your teacher sitting down نمبر 2 أبدأ هنا بار في مساعد أبدأ بار R. the students in your class working 3 are you using a tablet are you using a tablet وأعمل بعد كده question mark number 4 are you writing an email انت بتكتب إيميل دلوقتي are you writing an email وبعد كده اعمل question mark now answer the question in exercise 2 هنجاوب على الاسئلة اللي هي في exercise 2 طبعا هنا بقول لي is your

انت بتكتب ايميل دلوقتي قال له نو اي ام نوت طيب هنا ريد ذا انسر وات ار ذا كويشن نمبر 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 1 بيقول لي نو اي ام نوت اي ام ويرينج بلاك شوز هنا قال له ار يو ويرينج براون شوز هل انت لابس حذاء بني قال له نو اي ام نوت اي ام ويرينج بلاك شوز ده لابس حذاء ايه اسمر فهنا جايب اجابه وانا عايز اعمل معاه سؤال فبقول له وير ار يو وير ار يو جوينج اين وير اين وير ار يو جوينج يعني انت هتروح فين قال له ام جوينج تو ذا شوبس ده انا رايح الايه المحل الواتس هالا دوينج قال له هالا از رايتنج ان ايميل هالا از رايتنج ان ايميل از يور فازر وركينج اون ساتردي is your father هل والدك working بيعمل on saturday يوم السبت قال له no he isn't my father never works on saturday ما بيشتغلش خالص يوم السبت never أبدا never works on a saturday complete the table with the words in the box. nature للطبيعة technology من الحاجات بقى نيتشر من الطبيعة animals الحيوانات بيردس الطيور بكتب بيردس هنا بيردس الطيور كمبيوتر ستاديز كمبيوتر ستاديز اكتبه عند التكنولوجيا ايجل ايجل اللي هو النسر ايجل اكتبه من الطبيعه ايجل فلاورز فلاورز زهور بكتبها هنا فلاورز انسكتس انسكتس حشرات هكتب انسكتس هنا لابتوب لابتوب يبقى اكتبها تبع التكنولوجي، موبايل فون موبايل فون تبع التكنولوجي، سكاي سكاي اللي هي السما سكاي هكتب سكاي هنا تبع النيتشر تبع الطبيعه، فيديو كول فيديو كول تبع التكنولوجي، فيديو جيم فيديو جيم تبع التكنولوجي، ويب سايد ويب سايد اللي موقع ويب سايد يبقى اكتبها تبع التكنولوجي، لوك آت ذا بيكتشر بص على الصورة ديت complete the text with the words in the box in this picture في الصورة ديت in this picture there is a big park a big park park يعني حديقة كبيرة there هنا عنده lots of flowers lots of flowers يعني كثيرا من الزهور flowers دي جمع يبقى قول there are يبقى هنا اكتب ايه are are اهي هكتب هنا ار زير ار يعني يوجد زير ار لوتس اوف فلاورز اند انسكتس اند ايه بقى از a big تري اند زير از هنا ناقصه زير اهي فين زير اهي زير اهي يبقى اكتب زير هنا زير از زير از تري يوجد شجره كبير اجير لي از البنت دي بقى قاعده ايه قاعده تحت منها اقول اجير لي از sitting sitting ايه sitting ايه اقول the girl is sitting under the tree اه تحت الشجر her mother is her mother والدتها تاخد لها من تاخد ايه صوره her mother is taking taking اكتب taking هنا her mother is taking a photo of her هتلتقط صوره ليه يبقى هنا taking ايه طيب بعد كده هيرفازر از هيرفازر ولده بقى بيعمل ايه هيرفازر از آه سيتنج اندر ذا تري يبقى هنا خدنا تيكنج آه ممكن ازنت مش جالس تحت الشجر يبقى هيرفازر ازنت از نوت سيتنج اندر ذا تري يبقى نوت هنا اهي نوت اهي هكتبها هنا يبقى هنا هكتب نوت سيتنج اندر ذا تري هي از عندي كايت، كايت يعني طيارة ورق، كايت، يبقى أقول فلاينج، يبقى أكتب فلاينج، فلاينج يعني طيار طيارة، فلاينج، يبقى هي از فلاينج أكايت، ذا جيرلز براذر ار تنس يبقى بلاينج تنس، بلاينج اهي، تبقى بلاينج تنس، رايتنج ناو رايت ا ديسكريبشن، هنكتب وصف اوف ذيس بيكتشر على الصورة اللي قدامنا دي. What is there? What are the people doing? يعني إيه اللي موجود في البيكتشر دي؟ والناس دي بتعمل إيه؟ فبقول إن this picture في الصورة دي there is a big room في حجرة كبيرة there are يوجد بقى there are يعني يوجد للجمع there are lots of computers في كمبيوتر computer and laptops a man رجل a man is looking at a website بيبص على موقع a woman is writing an email uh, the room is neat and clean يعني الحجره دي مرتبه ونظيفه which do you like more nature or technology يعني ايه الحاجه اللي تحبها اكتر نيتشر الطبيعه ولا التكنولوجي write a paragraph and say why بقول ليه انت بتحب النيتشر او التكنولوجي فهنا ممكن مثلا اقول ايه؟ I love nature، أنا بحب الطبيعة. I like walking and watching trees, animals and flowers. I always، أنا دايماً جو outside. بحب إيه؟ بخارج بره برا. at break. I like being in the garden. Read and correct the underline words. How to make a cup of tea How to make a cup of tea يعني إزاي أعمل فنجان شاي؟ cup of فنجان شاي فطبعا في تعليمات التعليمات ديت لما أجي أنصح واحد أو أأمر واحد فأبدأ الفعل في أجيب أصل الفعل أبدأ بإيه؟ أصل الفعل يعني الفعل بدون إضافات من غير إي دي من غير إس مش منضاف له إي إن جي يبقى أجيب أصل الفعل. في النصيحة أو أمر واحد يبقى أبدأ الفعل أبدأ الجملة بالأصل الفعل يعني مثلا بقول فيرست أولا مش هتنفع بقى أولا بوتينج دي بوت من ضفلاء أي إن جي سام ووتر إن أكيتل يعني ضاع بعض الماء إن kettle في الغلاية لا أو بوت يبقى أصل الفعل هو بوت الفعل في المصدر بوت سام ووتر إن kettle نمبر two عايز اقول اغلي الميه يبقى بويل يبقى شيل اس يبقى شيل الاس دي وقول بويل ذا ووتر بويل ذا ووتر يبقى احذف الاس كده عشان اجيب اصل الفعل في النصيحه او ايه او امر واحد نمبر 3 اه بوت مش هتنفع تو طبعا او بوت ذا هوت ووتر ان ا كاب ويز ا تي باج يعني حط الميه السخنه ماشي اكب Uh, with a tea bag تي باج اللي هو كيس الشاي يبقى احذف to وابدأ ببوت بس اول put the hot water in a cup with a tea bag نمبر 4 taking out the tea bag بعد بقى ما نعمل الشاي وبتاع نطلع الكيس اللي هو تي باج ده كيس الشاي يبقى بدل taking هتبقى take out هتبقى take out اشيل الاي ان جي واحط بدالها اي e. هو ده اصل الفعل اقول تيك اوت ذا تي باج نمبر 5 زين ثم اه, درينك ذا تي بعد كده اشرب الشاي بقى يبقى درينك احذف منها الاس درينكس دي احذف منها الاس احذف الاس تبقى درينك ذا تي فيرست تاب انا بقول لي ازاي تبعت رساله نصيه How do you send a text message? text message يعني رساله نصيه. match to make instruction هنتبع التعليمات اول حاجه بيقول لي فيرست اولا تاب تاب ايه بقى؟ ذا مسج ايكون ذا مسج ايكون يعني هنضغط على الايقونه بتاعت الرساله دي سي طب نمبر 2 تاب ذا نيم تاب ذا نيم اوف ذا بيرسون يعني هنضغط على الاسم بتاع الرساله اللي احنا هنبعت للايه؟ اللي احنا هنبعت له الرساله. تاب ذا نيم اوف ذا بيرسون يبقى هنا نمبر 2 هتبقى دي هنا 2 هتبقى يبقى هنا اكتب دي. تاب يعني اضغط، تاب هنا معناه ايه؟ اضغط. تاب ذا نيم اوف ذا بيرسون على اسم الشخص. نمبر 3 رايت رايت يور مسج هتكتب بقى الرساله بتاعتك رايت يور مسج تكتب الرساله بتاعتك. طبعا قلنا التعليمات او نصائح او بامر واحد يعني ببدا الفعل في المصدر او رايت مش متضاف له حاجه اهو رايت يبقى نمبر 3 هتبقى ايه يبقى هنا هكتب ايه هنا ايه رايت يور مسج طيب نمبر 4 زن ثم بقى تاب ذا سند ايكون نضغط بقى على الايه على الرساله اللي احنا كتبناها عشان نبعتها زن تاب The send icon يبقى نمبر فور هتبقى بي نمبر فور هتبقى بي complete the sentence with the words in the box باي boy, يشتري باي boy, يشتري كم يأتي جو يذهب هيلب يساعد سند يرسل تيك يرقص طيب هنا في حوار بيدور بين مم وعلي فوالدته بتقول له ايه؟ كم هير بليز علي تعالى هنا يا علي كام هير بليز علي قلت له, yes يس مام وات از ات؟ له stop playing stop playing on your phone بطل لعب على التليفون بتاعك and listen to me واسمعني listen to me I need you to do something انا محتاجة انك انت تعمل حاجه I need you to do something انا محتاجاك تعمل حاجه قال لها يس اوكي What do you want to me to do? أنت عايزاني أعمل إيه؟ قالت بليز من فضلك أه جو تو ذا شوب يعني روح المحل يبقى هنا هكتب جو جو أهي هكتب جو هنا جو تو ذا شوب بعد كده شوجر يبقى باي سام شوجر واشتري بعض السكر يبقى هكتب باي أهي باي يعني يشتري يقول باي سام شوجر شوجر يعني سكر بعد كده تقول له take it to your grandmother house يعني هتاخد السكر دوت وتروح توديه ايه لجدتك يبقى نمبر فور هتبقى تيك يبقى هنا تيك اكتب هنا تيك تيك it to your grandmother's house بعد كده تقول له مثلا help ساعدها help help her make a cake يعني ساعدها في عمل الكيك هيلب هتبقى نمبر فايف والهلب هير كيك ساعتها في عمل الكيك اند زين سند بقى سند تبعت رسالة سند يبقى اكتب سند هنا سند مي اتكست مسج هتبعت رسالة وين يو ونت تو كام هوم لما تيجي البيت هتبعت لي رسالة طالب مننا ان احنا برضو نعمل هاو تو ميك ا كاب اوف تي كاب اوف تي يعني فنجان شاي اول حاجه بنقول فيرست اولا بوت سام ووتر ان ا كيتل نحط ميه في الكتل الغلاي بويل ذا ووتر هنغلي الميه بوت ذا هوت ووتر ان ا كاب اوف تي بعد كده الميه السخنه دي هنحطها في الفنجان ا كاب اوف تي اد سام شوجر اد سام شوجر حط بعض السكر ناو درينك ذا تي كومبليت ذا كروس وورد داون داون هيبقى الحروف للاسفل كده واكروس هتبقى للعرض كده بالعرض كده طيب هنا نمبر 1 ات از تو سيف اون لاين يعني من, من الاهميه انك انت تبقى ايه سيف سيف يعني امن على الايه اون لاين يبقى اقول تو ستي يبقى تبقى ايه ستي يبقى نمبر 1 هتبقى ستي طبعا هي موجودة هي stay uh, number 3 something you do uh, don't want to tell people حاجة مش عايز تقولها للناس something يعني شيء ما you don't don't want to tell people مش عايز تقولها للناس يبقى ايه بقى ديت نمبر 3 يبقى كده اللي هي سيكريت سيكريت يعني سر سيكريت ايه سيكريت طيب بعد كده نمبر 2 اوورد اور نمبرز يعني كلمه او ارقام يو يوز انت بتستخدمها تو جو انتو ا ويب سايت يعني حاجه انت بتخش من خلالها الموقع طبعا دي بتبقى ايه بقى اللي هي كلمه السر ده هي نمبر 2 هتبقى باسورد اه باسورد اللي هي كلمه السر باسورد نمبر 4 كمبيوترز اند موبايل فونز ار اكزامبلز اوف ذيس التليفونات والكمبيوتر والتابلت والحاجات دي دي نماذج من ايه بقى؟ من التكنولوجي يبقى نمبر 4 هتبقى تكنولوجي اهي تكنولوجي نمبر 4 بعد كده نمبر 5 دونت فوتوز تو بيبل يو دونت نو يعني عايز اقول لك انت ما تبعتش رسائل ما تبعتش صور أه البيبل لناس يو دونت نو انت ما تعرفهاش أه نمبر 5 تبقى سند نمبر 5 تبقى ايه سند ريفيو مراجعه أه ماتش تو ميك ووردز فور تكنولوجي ويتش از وان وورد يعني في كلمات عندي هنا من مقطعين اتنين من جزئين اتنين وفي كلمه من مقطع من جزء واحد انا عندي فون فون تشارجر فون تشارجر يعني شاحن التليفون نمبر 2 لابتوب لابتوب كمبيوتر لابتوب كمبيوتر يبقى هنا هتبقى دي نمبر 3 موبايل موبايل هتبقى موبايل فون موبايل فون ام بي 3 بلاير ام بي 3 بلاير ام بي 3 بلاير هتبقى هنا A. ايه. نمبر 5 وايت بورد دي بقى هي اللي كلمه واحده. وايت بورد، وايت بورد يبقى هنا نمبر 5 هتبقى B. بي. ناصر بيكلم مازن فناصر بيقول له ايه؟ وات ار يو دوينج مازن؟ انت بتعمل ايه يا مازن دلوقتي؟ وات ار يو دوينج مازن؟ قال له هاي ناصر، أي أم our new tablet يبقى i am using our new tablet يبقى هنا using يعني بستخدم التابلت بتاعي يبقى using هكتبها هنا using are you are you writing writing an email writing هكتبها هنا are you writing an email وانت بتكتب ايميل are you writing an email قال له no i am not uh, look can you see the photos on it قال له او يس ار يو واتشينج افلم يبقى هنا واتشينج اكتب واتشينج هنا واتشينج افلم قال له نو اي ام نوت اي ام لوكينج ات لوكينج ات انفورميشن اوف اور هوم فور اور هوم يبقى اخر حاجه هتبقى لوكينج ات انفورميشن فور اور هوم وورك انسر ذا كويشن فور يو هنا هتجاوب اسئله بالنسبة للمكان اللي انت قاعد فيه فبقول لك هو اور وات از بهايند يو ايه الحاجة اللي خلفك بيهايند يعني خلف قول ذا كمبيوتر هو اور وات از ان فرونت اوف يو ان فرونت اوف يعني ايه الحاجة اللي امامك جول ماي موبايل فون هو اور وات از نيكست تو يو ايه الحاجة اللي بجوارك نيكست تو بيكون ماي براذر What's under your desk؟ إيه اللي تحت الديسك نقول my box. Where is your best friend؟ Where يعني أين؟ Where is your best friend؟ نقول in the park. طبعا ممكن حد يكتب إجابات تانية طبعا غير دي خالص. Paragraph about how you stay. Stay يعني تكون safe online. تكون آمن على online. We like to go to online. Uh, we like playing games with our friends. We should احنا يجب علينا we should always دايما يجب علينا ان دايما ايه try to stay safe online. We should احنا يجب علينا keep our password secret لازم نحتفظ بكلمة السر. We shouldn't لا يجب علينا tell anyone our personal information. يعني ما نقولش لحد احنا ما نعرفوش على معلومات شخصيه بالنسبه لنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته